عليكم. سلام، شو عندك؟ اليوم نحل قميص. هذه الماكينة؟ ايه. قميص من فصيلة الظان وليس من فصيلة الماعز، يعني خروف قزم. فلا بد كل نهاية فصل ربيع، نهاية الشتاء، يجز ويغسل مطهر، طبعا فيري وجرة خفيفة، ويروش على أساس يسلم من الأمراض ويسلم من أمور كثيرة، بإذن الله يرجع الصوف من جديد. فكل سنة لازم يجز. صح المسألة متعبة شوي، لكن الله يعين. بسم الله نبدأ. شوف ما يقطع سمسم أول. ها المكينة هذه صينية، يعني يا الخروفين ثلاثة وتوقف تخليها تبرد، أو خروف تخليها تبرد بعد، ولازم زيت على طول. وميزانيتها من هنا للأسنان. يلا طلال، ليه ما تحلق انت؟ يلا ما اقدر انت. هذا الصوف اللي يصنعون منه الترمة، على قولتهم الترمة. جاتنا مشكلة هنا عند القرون. هذا قرن كبير. الله يمطل. لابد من الاصابات، لابد انك تكون حذر وتنتبه. الريشة ما تحاول انك تميلها على الجلد. صار في قطع عندنا هنا بسيط، ونحط عليه العلاج. طبعا العلاج هذا وش هو؟ هذا عبارة عن خلاص حط ايوه خلاص، هذا عبارة عن خوجور ومرة وزيت زيتون وفازلين، كلها تغلى سوا وبعدين تحط في علبة موجودة عند الحلال مرة، في اي وقت العامل ياخذ يحط منها. ونبي نعطيها الان ايضا بنسلين، لازم 3 ايام. هذا البنسلين، يلا باقي نقص الظروف. يلا امسك. وهذا الان اصبح نظيف ما شاء الله تبارك الله.